مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي ما وراء الخبر. تلعب تقنيه المعلومات عموما والخدمات الالكترونيه والاتصالات خصوصا فدورا فاعلا في ترسيخ مفهوم التنميه المستدامه، حيث تعزز اداء المؤسسات الحكوميه والخاصه. وخلال هذه الأيام نشهد تحولاً رقمياً جديداً من خلال تفعيل المحفظة الإلكترونية في جيبوتي والتي تسمى داي موني، حيث تسعى الكثير من المؤسسات عملية الربط التقني معهم. وبإشراف أمين عام وزارة الإعلام والمكلف بالبريد والاتصالات السيد أحمد يوسف، أبرم مدير عام شركة جيبوتي تيليكوم بالإنابة سيد قاسم محمود وعيس مع المدير العام لكاك بنك الدولي الأستاذ أحمد حميد الذيب يوم الاثنين الموافق 12 من أكتوبر الجاري على اتفاقية شراكة حول خدمة الدفع الآلي. للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف هذه الحلقة المدير العام لكاك بنك الدولي السيد أحمد حميد الذيب، ولكن بعد هذا التقرير الموجز الذي أعده لنا الزميل محمد عبد الله عمر. أبرم بنك كاك الدولي اتفاقا مع شركة جيبوتي تيليكوم بشأن تقديم خدمات الدفع الآلي جي موني. وأبرم هذه الاتفاقية كل من مدير عام بنك كاك الدولي السيد أحمد حميد الذيب ومدير عام جيبوتي تيليكوم بالإنابة السيد قاسم محمود وعيس، وذلك بحضور أمين عام وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات السيد أحمد يوسف علمي. تندرج الاتفاقية المذكورة في إطار تنفيذ مخطط عمل للحكومة فيما يخص بتعميم أدوات الدفع الإلكتروني الهادفة إلى التقليل من المعاملات النقدية التقليدية. وتتيح هذه الوسائل التقنية الحديثة تقديم المعلومات وتسهيل الوصول إليها والإجابة على استفسارات المواطنين، مما يساعد على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي تحسين الإنتاجية وصولا لتحقيق الأهداف الشاملة للتنمية المستدامة. نحن نتحدث عن التحول الرقمي وأهميته في مستقبل جيبوتي. في البداية نحب أن توضح لنا سعادة المدير عن ما هو التحول الرقمي، وخصوصا الكل يعرف الدور الكبير الذي لعبه كاك بنك الدولي منذ البداية في هذه المسيرة. السلام عليكم أستاذ مجدي. أولا وقبل كل شيء نرحب بكم وببقية زملائكم في مقرنا هنا بالبنك، وأهلا وسهلا بكم جميعا. كما يسعدنا ويشرفنا استضافتكم لنا في برنامجكم الرائع، ونتمنى من الله في مستهل هذا اللقاء أن يحفظ جيبوتي الحبيبة وأن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن الكريم. أما فيما يتعلق بالرد على سؤالكم، فمنذ إعلان فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله رؤية جيبوتي 2035، فالجميع يجب ما يتحمل أو يحمل على عاتقه مهمة تحقيق تطلعات الرؤية. فهذه المهمة الوطنية ليست بالشيء السهل، ولكننا مؤمنين بأنه وبتعاون وتكاتف الجميع فلا يوجد شيء مستحيل أبداً. فالحقيقة رؤية الدولة تتعلق بتحول وطني كامل على جميع الأسطح، ومن أهم التحولات التي يتحدث عنها العالم اليوم هو التحول الرقمي أو الثورة الرقمية، والتي بالفعل بدأت مبكرا منذ بداية القرن الحالي، ولكنها قد تكون أصبحت بوتيرة أكبر خلال العشر السنوات الماضية. ومن هنا نحب أن ننوه بأن التحول الرقمي ليست مجرد كلمة عابرة، بل مفهوم متكامل المعنى يشير إلى ضرورة إحداث تغيرات كثيرة،
وبناء مجتمع رقمي واقتصاد على نحو يضمن التحول ويساهم في تحسين تجربة المواطن والمقيم والسائح والمستثمر. والأهم من هذا كله هو أيضا التأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية والتكنولوجية، والتي تعتبر الآن أو اليوم من أهم ركائز الاقتصادات حول العالم. فبشكل عام أستاذ مجدي، نستطيع أن نقول بأن التحول الرقمي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك والثقافة لإحداث تحول جذري في طريقة العمل عن طريق الاستفادة من التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتطبيق خدمات جديدة بسرعة ومرونة أفضل. كما نحب أن توضح لنا سعادة المدير عن اتفاقيات الشراكة لدى برمال كاك بانك الدولي في هذا الشأن، وخصوصا ما تم توقيعه حديثا مع ديموني، وأيضا ما سوف يترتب عليه من تطور تقني في الدفع الإلكتروني في جيبوتي. قبل أن نتحدث أخي مجدي عن الاتفاقية التي تم توقيعها حديثا مع الاتصالات الجيبوتية، أحب أن أوضح أنه وبالنسبة لنا في جيبوتي، فقد اتخذت الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله ورعاه قفزات نوعية لتسريع التحول الرقمي وتبني أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونحن اليوم نتكلم عن عدة مشاريع رقمية استراتيجية أو معاملات إلكترونية استراتيجية، ومنها فعلا ما تم تدشينه قريبا، وهو عبارة عن محفظة إلكترونية. وكلمة محفظة هو تعبير مجازي جميل، بما يعني بأنها ستحل محل المحفظة العادية الذي اعتاد الناس على حملها لحفظ النقود، مما يعني أنه بالإمكان الاستغناء تماما عن حمل النقود من خلال استخدام المحافظة الإلكترونية وهي ديموني. وهنالك أيضا مشروع استراتيجي آخر في التحول الرقمي والذي قد لا يشعر به المواطن العادي، وهو النظام الخاص بهيئة الموانئ والمناطق الحرة والمسمى DBCS، بالإضافة إلى نظام استراتيجي آخر يقوم بالعمل عليه البنك المركزي الجيبوتي، وهو نظام الحوالات المالية بين البنوك. أخي مجدي، نحن نتكلم اليوم عن مشاريع رقمية استراتيجية لا تقل أهمية من وجهة نظري عن فعلا ما تم إنجازه من مشاريع استراتيجية أخرى كالموانئ والمناطق الحرة وسكك الحديد، فمستقبلا سيكون الكل مرتبط ببعض. الجميع يعرف بأن كاك بانك مهتم كثيرا ولديه إسهامات منذ وقت مبكر فيما يتعلق بموضوع الخدمات المصرفية الإلكترونية المعاصرة. طبعا حدثنا سعادة المدير عن تجربتكم في هذا المجال. أستاذ مجدي، سعى بنك كاك الدولي ومنذ الوهلة الأولى لتوظيف التقنية الحديثة في أغلب معاملاته، فنحن والحمد لله السباقون في إدخال تحول نوعي في جميع الخدمات المصرفية بالكفاءة والأمانة المطلوبة، ومنها على وجه الخصوص الخدمات الإلكترونية. ولدينا بالفعل استثمارات هائلة في البنى التحتية في هذا المجال،
وأحب أن أنوه بأن أهم نقطة نجحنا أو نجح البنك فيها والتي كانت بالفعل التحدي الكبير بالنسبة لنا، وهو الاستثمار الشاق والمكلف في تغيير ثقافة العملاء والجمهور من خلال تثقيفهم وتوعيتهم وإقناعهم بأهمية وجودة وسرعة وأمان الخدمات الإلكترونية. وما قام به كاك بنك الدولي يمثل بالفعل حجر الأساس والرائد الأول، فنحن لم ننجح فقط في تقديم الخدمات بالجودة والكفاءة المطلوبة، بل نجحنا في ما هو أهم، وهو خلق مجتمع أصبح أكثر حماس وثقة تجاه استخدام الخدمات الإلكترونية وبالأخص منها المصرفية. نحن بالفعل اليوم فخورون عندما نرى اليوم قطاعات كثيرة ومنها مؤسسات مالية والسوق مليء بالمنافسة في تقديم خدمات بدأناها نحن بالفعل قبل أكثر من عقد من الزمن، يعني قبل أكثر من 10 سنوات. نلاحظ أيضا بشكل مستمر مساهمة البنك الاجتماعية في عدة مجالات واتجاهات متعددة، بالإضافة إلى أنكم المبادرين في تحمل مسؤولية الاجتماعية خلال بداية تفشي وباء كورونا. حدثنا سعادة المدير عن هذه النقطة بالتحديد. شكرا أستاذ مجدي، وبخصوص هذا الموضوع فالجميع شارك ولله الحمد، ولم نكن الوحيدين، فالكثير ساهم وبسخاء. ولكن ما يمكن أن يكون قد ميزنا عن الآخرين هو سرعة المبادرة ومنذ اللحظة الأولى، وذلك لمعرفتنا أو لمعرفتنا الكاملة بحجم الأزمة وتأثيرها السلبي الكبير على جميع الاقتصادات العالمية ومنها الدول العظمى. فالتأثير السلبي ليس قاصراً على جيبوتي فقط، فالجميع تأثر بجائحة كورونا، وللأسف الشديد لا زالت الأزمة قائمة، وتلاحظون عالمياً تصاعد الأرقام فيما يخص الحالات المصابة، والذي قد يدفع العالم مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الوباء. الأمر الذي وللأسف الشديد قد يطيل أمد الأزمة ويحتاج بشكل كبير إلى تعاون وتكاتف الجميع، ونحن لازلنا في كاك بنك على استعداد تام للمساهمة الجادة مع جميع الأطراف الخيرة. أما فيما يخص بقية مبادراتنا الاجتماعية المختلفة فهذا أيضا ليس فضلا منا ولا يحتاج إلى منا، فهذا واجب ديني ووطني علينا فجيبوتي وأهلها في حدقات أعيننا. فالبنك ممثلا بمجلس إدارته أوفياء لهذا الوطن، والذي لم نشعر فيها يوما بالغربة إلا يعني بأننا أحد أبنائه، فجيبوتي بالنسبة لنا هي الظهر والسند. فحب الأوطان أستاذ مجدي لا يحتاج للمساومة ولا يحتاج للمزايدة أو الشعارات الرنانة، فالأفعال يجب ما تبرهن حب الوطن. فنحن نحب أن نؤكد لكم بأن دماءنا وأرواحنا
لا قيمة لها إن كانت جيبوتي بحاجة إليها، حتى وإن أجبرتنا الظروف يوما ما على العمل أو العيش في بلد آخر، لكن سوف نظل مدافعين شرسين وخير سفراء لهذا الوطن. والذي لم نرى من قيادته الحكيمة وشعبه الكريم الأصيل المعطاء إلا كل خير ودعم وترحيب، فلهم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان والحب والوفاء. سعادة المدير، هل لديكم كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى خدمة هذا الوطن المعطاء، وأن يحفظ جيبوتي وأهلها من كل مكروه، وأن يجنب ويحفظ ويعافي الجميع من شر هذا الوباء، مؤكدين مرة أخرى في نهاية هذا اللقاء بأننا لن نخذل أحدا. وشكرا لكم أستاذ مجدي، متمنيين للإعلام الجيبوتي مزيد من التقدم والازدهار. وشكرا لكم، ونلتقي في لقاء آخر إن شاء الله. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل إلى سيادة المدير لكاك بنك الدولي السيد أحمد حميد الذيب الذي لبى دعوتنا رغم انشغاله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.